حكمت غرفة الجناية الابتدائية بفسع على شيخ زاوية بمنطقة الرقادة ناحية بركان بالحبس النافذ لثلاث سنوات بتهمتي النصب واستغلال النفوذ على خلفية اتهامه وآخرين بالنصب على مهاجر مغربي أراد الاستثمار بالمنطقة. وحكمت الغرفة المختصة في جرائم الأموال المحال عليها الملف من طرف ابتدائية بركان في الملف نفسه على خالي المهاجر المعتقل بالسجن دون شيخ الزاوية المتابع في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية. وتوبع المتهمان في الملف رفقة رئيس جماعة استقلال بالشرق، برأته المحكمة من تهمة الارتشاء بعد متابعته في حالة صراحة، غير أن الكفالة قررت إرجاعها إليها بعد صدور الحكم ضد المتهمين بعد مناقشة ملفهم والمرافعات. وأراد المهاجر المغربي الحامل الجنسية الفرنسية والمنحدر من الشرق بناء مشروع سياحي بقطعة غابوية بجماعة أكليم قبل أن يكلف خاله بالمهمة ويمكنه من أكثر من 115 مليون سنتيم عبر دفعات بعضها نقداً.